طبعا اللي معانا ليمون اند هيرب تشيكن او تشيكن ليمون هيرب ديت. طبعا عندنا الفراخ فيليه بنتبلها على طول مباشره بالسيزنينج بتاعنا بالشكل ده كده. نحاول نتبل بالسيزنينج الاول لوحده طبعا على حسب الكميه. الكيلو عندنا بياخد من 25 ل 30 جرام. بنيجي نتبل بالشكل ده كده. خلي بالنا ان في ملح، ما بنحطش ملح. بعد ما بتبلها مع بعضها كده يكون عندي صينيه. الصينيه فيها زيت او اخدها جريل او بان فراي. باجي اجيب عندي الصينيه بالشكل ده كده، اروح ملمعها زيت من تحت، وباجي احط عندي الفراخ على البطن بتاعها علشان ما تلزقش كده، واجي اروح حاطط كده وشوية سيزنينج اللي فاضوا عندي برشهم على الوش. ما يكونش الفرن عندي عالي قوي علشان ما يلدعش الحاجة، انا عايزها بس تتشمط في الفرن بالشكل ده، وادخلها الفرن على 180 لمدة من تلت لنص ساعة. قبل ما انا احطها لو انا عايزها جيلاتين اجي احط لها زيت، لو انا عايزها كريسب قوي بالشكل ده بسيبها على سيزنينج، بس الافضل انا بلمعها زيت. الشكل كده خلاص الفراخ استوت عندنا في الفرن. نعملها صوص ابيض عشان نعمله ليمون اند هيرب، ده من وايت صوص بشاميل 90 جرام، احنا واخدين 45 جرام على نص لتر عشان نعمل الصوص. على ما نطلع الفراخ ونغرف الرز بتاعنا يكون عندنا الصوص جاهز خلاص. عشان اعمل الصوص ده ليمون هير عندي الوايت صوص، باجي ليمون هير جاهز، باجي اخد منه قشيره بحيث تديني الفليفر بتاع الليمون هير صوص بالشكل ده بس. وكده عندي جاهز ليمون هير. نبتدي نغرف الفراخ. طبعا بنحاول نحطها زي ما احنا شفناها كده وعليها الليمون انهار صوص. طبعا ممكن يبقوا صغيرين او ثلاثة على حسب الحجم اللي عندي. وهذا الصوص بتاعي. باجي اخد الرز اللي انا مجهزه سيفري رايس، نغرف البولة يبقى عندي كده الشكل ده كده. واجي اخد عندي الصوص، ابتدي الصوص من عند الرز، سيب عندي الفراخ بالشكل ده كده، ابتدي اقرنش الفراخ عندي ورق بقدونس. يبقى عندي تشيكن اند ليمون هيرب.